يرحل العام 2018 مخلفا وراءه عددا من الملفات التي تشغل النقاش العام في البلد، لعل أبرز هذه الملفات هو وضع السلطة الشرعية ودورها. أهلا بكم إلى فضاء حر. في مطلع العام كانت عدن على موعد مع حدث سيلقي بظلاله على بقية العام. حرب أخرى في العاصمة المؤقتة للبلاد انتهت بتدخل التحالف لتصفية قوة السلطة الشرعية، لينتج وضع غامض في المدينة ومفتوح على مستقبل أكثر غموضا في سقطرى ثم في المهرة. أخيرا وقبل أن ينتهي العام أخرجت الأمم المتحدة اتفاقا غير واضح المعالم في الحديدة، وكل ذلك يشير بحسب البعض إلى أن الخاسر الأكبر هو السلطة الشرعية التي تخصم كل هذه الأحداث والاتفاقات من سلطتها ودورها. يقول هؤلاء إن الوضع في عدن والحديدة هو الشكل النهائي الذي تريده القوى الإقليمية والدولية للأزمة اليمنية، بحيث تتقاسم البلاد قوى متعددة لا شيء يجمع بينها، فيما تصبح السلطة الشرعية مجرد طرف أو أضعف الأطراف في الحقيقة كما يقول هؤلاء. على الجانب الآخر يجادل البعض في أن هذا العام شهد أفضل أدوار السلطة الشرعية منذ الانقلاب، فالحكومة تمارس الآن عملها من داخل العاصمة المؤقتة عدن، كما أنها حققت إنجازات لا يمكن تجاوزها، يأتي على رأسها وقف تدهور العملة الوطنية ومساعي إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل السلطة التشريعية وغيرها من التحركات التي تشير إلى أن السلطة الشرعية لا تزال فاعلا رئيسيا يصعب تجاوزه. إذن كيف يمكن النظر إلى مجمل أدوار السلطة الشرعية خلال العام 2018؟ كيف تؤثر الاتفاقات التي ترعاها القوى الخارجية على وضع الشرعية؟ وما هو مستقبل هذه السلطة؟ للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من عدن الصحفي في رئاسة الجمهورية فايد دحان، ومن عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما سؤال المشترك، وأبدأ معك سيد دحان، كيف تقيم أداء السلطة الشرعية خلال العام 2018؟ أهلا وسهلا، أهلا بك. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين المتابعين. تقييمنا خلال هذه الفترة الفائتة لا نستطيع أن نجزم بأنها قامت بجميع مهامها أو حتى 50% من المهام الموكلة أو المنوطة التي يجب أن تقوم بها خلال هذه الفترة. في ظل وضع مضطرب حضور الحكومة كان لم يكن لاحقا بالشكل الكامل، ولكنها صنعت شيء، وخاصة أنها خلال هذا العام تناوب عليها رئيسان للحكومة، كانت في الجهة العام برئاسة الدكتور أحمد علي بندر، ولاحقا تم تغييره بالدكتور نعيم عبد الملك. كانت هناك معارك سياسية حصلت في الفترة المبكرة من عام 2018، بدأت بأحداث يناير ومثلت خطوة هامة ولافتة في تغيير مسار المعركة السيادية. كانت هناك في العاصمة عدن تعيش تحت تهديدات كبيرة ولافتة، انطلقت بداية يناير 2018، وبعدها جاءت التهديدات التي حصلت لجزيرة سقطرى، محافظة سقطرى، و يعني صمد الدكتور أحمد علي بن دغ وقام بشيء يشكر عليه فيما يتعلق بالمعركة السيادية، لكن فيما يتعلق بالخدمات وغيره طبيعة الحال الخدمات رديئة، لم تكن في المستوى المطلوب، خاصة أن هناك تداخلات في الصلاحيات، تداخلات في ما بين التحالف والسلطات المحلية والحكومة الشرعية والجيش التي بنيت في هذه الفترة.
طيب دعني أسأل الضيف الآخر الأستاذ عبد الناصر المودع ذات السؤال. أستاذ عبد الناصر، كيف تنظر وكيف تقيم أداء السلطة الشرعية بمجملها، بمجمل مؤسساتها إن صح التعبير، خلال العام 2018؟ مساء الخير وتحية لك أخ وجيه والأخ فايد من عدن. يعني في سياق تقييم الأداء الشرعية في 2018 هو امتداد لأدائها الباهت خلال السنوات الماضية. كما هو معروف كان يفترض بأن تكون هناك وجود للسلطة الشرعية، أولا أن يكون هناك وجود لعاصمة فعلية، عاصمة حقيقية للجمهورية اليمنية، عاصمة بديلة للجمهورية اليمنية، عاصمة بديلة لصنعاء. وأعلنت عدن كعاصمة بديلة ولكنها عمليا ليست العاصمة البديلة. العاصمة البديلة هي معناها أن يكون الرئيس ويكون جميع أعضاء الحكومة متواجدين في هذه المدينة بشكل دائم وليس كضيوف يأتوا عليها بين فينة وأخرى. أيضا أن يكون هناك وجود لمؤسسات كاملة تمارس عملها من هذه العاصمة، أن تكون أيضا هذه المدينة تحت سيطرة السلطة الشرعية بل كامل. وعندما أقول بل كامل معناه أنها من المطار إلى الميناء إلى جميع الشوارع، أن تكون هذه المدينة تحت السيطرة الكاملة للسلطة الشرعية بتراتبيتها القانونية الطبيعية، وأيضا أن تكون مفتوحة لجميع سكان اليمن، ألا تكون هذه المدينة مغلقة على منطقة ما كما هو حاصل الآن. عندما نأتي ونقارن هذا الأمر بما هو حاصل في عدن، عدن عمليا ليست تحت السلطة الشرعية، لا يتواجد فيها الرئيس إلا لماما، وأحيانا هو في الغالب غير متواجدا فيها. الحكومة تأتي ك ضيوف أحيانا يحترموا وأحيانا لا يحترموا في هذه المدينة، ليس لديهم السلطة الكاملة وتحديدا السلطة الأمنية، السلطة إنفاذ القانون ليست بيدهم. المطار كما نعلم ليس بيدهم، الميناء وغيرها من المؤسسات السيادية ليست بيدهم، وبالتالي ليس هناك عاصمة. هذا هو الخلل الرئيسي، ليس هناك عاصمة لليمن. وجود الشرعية أصبح وجود كأنه خيال هلامي ليس له من قيمة وأثر إلا من خلال الدعم الخارجي وتحديدا الدعم السعودي. بمعنى آخر، لو افترضنا اليوم أن السعودية سحبت الغطاء عن هادي، ماذا يملك هادي من قوة فعلية على الأرض؟ لا يملك شيء، وبالتالي ستنسحب وستنهار شرعيته خلال أيام إن لم تكن خلال ساعات. لن يعترف به أحد، لا الخارج سيعترف به ولا وجود لديه في الداخل يستطيع أن يستند عليه ويقول أنا هنا وأنا أمثل الجمهورية اليمنية وأمثل سلطتها. الشرعية ليست عبارة عن ختم وتوقيع تستخدمه من أي مكان في العالم، يعني كما هو حاصل الآن مع هادي ظل على سبيل المثال، هادي ظل في أمريكا شهرين وأصدر قرارات بتعيين وزراء لم يستطيعوا أن يؤدوا اليمين القانونية، وبعضهم مارس عمله دون أن يؤدي اليمين القانونية برغم أن هذه تعتبر يعني عمل غير دستوري، لأنهم لا يستطيعوا أن يذهبوا لأمريكا يؤدوا اليمين الدستوري أمامه في أمريكا، لأنه ليس لديه مكان حقيقي. وبالتالي هذا الخلل الرئيسي بينعكس على تعامل العالم مع هذه الشرعية. طيب. العالم خاصة بعد مرور 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات على تحرير ما يسمى العاصمة المؤقتة وليس للحكومة تواجد فعلي في هذه العاصمة، أصبح العالم يتعامل معها باستخفاف، يتعامل معها وكأنها عبارة عن قوة تتبع دول التحالف وتحديدا السعودية والإمارات، ولا يتعاملون معها بجدية بأنها سلطة حقيقية موجودة على الأرض تستطيع أن تفرض رأيها وبالتالي لديها الكلمة الفصل في شؤون اليمن. ولهذا هذا الأمر جعل الطرف الآخر الذي هو مغتصب سلطة الذي لا يعترف به أحد من الناحية القانونية، أصبح العالم يتعامل معه كقوة موجودة على الأرض وقوة أمر واقع. حتى المبعوث الأممي كان يخاطبهم ويقول يعني ممثلين صنعاء،
ونعرف صنعاء ماذا تعني. صنعاء تعني العاصمة، وكأنه هؤلاء ممثلين صنعاء وهؤلاء لم يقل ممثلين الرياض. طيب ولكنهم طيب عمليا هناك لابد من عوائق أنها طرحت في سياق التبرير لهذا الوضع. أسأل الضيف الآخر سيد دحان من عدن، يعني كما يقول الأستاذ عبد الناصر، أكثر من 3 أعوام منذ تحرير العاصمة المؤقتة لم يعد الرئيس هادي إلى الآن إليها. يقول سيد عبد الناصر أن هذه يعني الشرعية يجب أن لا تختصر بختم ينتقل أينما انتقل الرئيس، لماذا لا يتواجد في عدن؟ ما الذي يمنع الحكومة، ما الذي يمنع السلطة الشرعية ككل من تواجد فعال إلى الآن؟ يعني ألا تخجل السلطة الشرعية من التواجد في أماكن أخرى خارج اليمن إلى الآن بعد 3 أعوام من تحرير كما تقول السلطة بنفسها أكثر من 80% من الأراضي اليمنية؟ سيد دحان تفضل. للأسف انقطع. فعلا الأمر مخيب للآمال. هذا هو المفترض، أن تكون هناك دولة، أن تكون هناك حكومة شرعية متواجدة في العاصمة المؤقتة التي أعلنتها، وأن تقوم بالدور الواجب عليها. لكن كما تحدثت سابقا أن هناك أن الدولة بالشكل الضمني بشكل العام يعني تتعرض للانقهار، حتى على الأسف التحالف لم يقم بدوره المواضع، بل تجاوز تلك الصلاحيات إلى التدخل حتى في السلطات التنفيذية. هذا شيء مؤسف للغاية. أن هل يمكن تبرير طيب كل هذه الأمور؟ يعني كيف تبرر الحكومة والسلطة الشرعية كل هذه الممارسات، أو بالأصح عدم قيامها بشيء فعليا لإعادة التمركز في العاصمة المؤقتة والتواجد بشكل أكبر في المحافظات المحررة؟ أمر لا يمكن تبريره في كل الأحوال. يفترض على الحكومة أن تقوم بدورها، أن تفرض نفسها، أن تلعب بكافة الملفات. هناك ملفات الدبلوماسي، الملف الحقوقي، عليها أن تمارس دورها وأن تقوم بالواجب بأي اتجاه أو شكل كان. هناك قصور فعلي للحكومة الشرعية متواجد، لا أحد ينكر ذلك. لكن هناك فاعل دولي يريد أن يكون هذا هو الحال للأسف الشديد. سفيد، هناك ايضا حضور، ايضا لبعض الممثلي السلطه المحليه، لبعض الوزارات. هناك انا شخصيا احيانا اقوم بزياره لبعض المؤسسات بصفه شخصيه كمواطن عادي، والحظ بعض الوزارات وبعض المؤسسات التي تقوم بدور كبير و فاعل فيما يتعلق بالمجال الخدمي، وهذا ايضا ما يريده فخامه الرئيس من الحكومه الا ايضا تنشغل في الجانب الدبلوماسي والجانب الاخر، لتهتم بالجانب الاقتصادي، بالملف الاقتصادي والملف الخدمي. هناك مواطنين يحتاجون لادنى الخدمات، الصحه في تدهور، الغذاء في تدهور، شيء مؤسف للغايه. لكن في الفترة الأخيرة من نهاية العام تم تغيير ملحوظة، هناك تحسن للاقتصاد، هناك تحسن في الخدمات والمتعلقة التي ترتبط بالمواطن العادي، ارتباط وثيق. هذا شيء مبشر، يعني لا نجعل الأمور سوداوية للنهاية، لكن اتمنى ان تكون هي منطلق لما بعده، ان ياتي العام 2019 ويبشرنا بكل جديد بما يعود بالنفع التام والكامل للمواطن، ان تورد لخزينه الدوله كل الايرادات المتعلقه بالنفط
والضرائب وغيره، هذا ما نتمناه. اما ان نبحث عن مبرر فاعتقد ان المتابعه العادي يعني في النهايه هي اماني، لكن هناك كثير من يطرح في وجهه نظر اخرى، واسال فيها الاستاذ عبد الناصر المودع. استاذ عبد الناصر، يعني التحديات كبيره، البلد في حرب وليس لدى السلطة الشرعية من عصا سحرية لتغيير هذا الواقع ولإجبار كل العالم على يعني مساعدتها بشكل أو بآخر. في المقابل هناك استقرار تحقق مؤخرا لسعر الصرف خلال الفترة الأخيرة في اليمن بشكل عام. هناك تواجد يبدو مبشرا كما يقول الكثيرون في المحافظات المحررة بعد تعيين معين عبد الملك كرئيس للوزراء. هل يعني ألا ترى أنكم تبالغون في مسألة التحامل على الحكومة وعلى السلطة الشرعية بشكل عام؟ القصة هي ليست تحامل، القصة بأن هذا الوجود أو أي تحسن لا ليس مصدره تحسن في أداء الرئيس هادي وسلطته. أي تحسن هو أو أي حتى تواجد يأتي برغبة من التحالف، بمعنى السماح للحكومة بالممارسة العمل بشكل أفضل مما كان أيام حكومة معين عبد الملك، أفضل مما كانت أيام بن دغر. هو أتى بنتيجة رغبة السعودية والإمارات بأن تمكنه من العمل، يعني لم يأتي بأن الرئيس هادي انتزع هذه السلطة. نفس الشيء فيما يتعلق بتحسن سعر الريال أو استقراره إلى حد ما، هذا أيضا ليس نتيجة تحسن موارد الدولة وتحسن كفاءة أدائها في الجانب المالي والاقتصادي، ولكن بسبب الضخ الذي تم من قبل السعودية. كذلك الحال فيما يتعلق بالخدمات، تحسنت بعض الخدمات نتيجة أيضا تحسن من زيادة المساعدات فيما يتعلق بالمشتقات النفطية للكهرباء تقدمها السعودية بشكل شهري، بمعنى أنه ليس هناك من تغير نوعي، ليس هناك من وجود فعلي. يعني الأمر المفروض هو أن تنتزع السلطة مكانتها بنفسها، أن يكون لها وجود، أن يكون لها مصادر دخل على الأقل في الحدود الدنيا، تستطيع أيضا أن تكون هي صاحبة السيادة، صاحبة الولاية. ليس أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يطلب الإذن عندما يتحرك أو يريد أن يسافر لبلده يطلب الإذن من هذه الدولة أو تلك، تسمح له أو لا تسمح له. هذا يعني بأنه ليس لديها السلطة الفعلية. عندما تمتلك أنت السلطة الفعلية حتى لو كان على مساحة 5 كيلومتر وليس على يعني مساحة عبد الناصر، يعني في نهاية المطاف الرئيس بإمكانه لو افترضنا جدلا صعوبة لوجستية في تواجد، الصعوبة الكبيرة في تواجد أمنيا في المحافظات المحررة في عدن، على الأقل هو غادر الرياض عندما قال كثيرون أن هناك نوع من الضغط الكبير السعودي والتحالف العربي عليه، غادرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في نهاية المطاف لا يمكن القول على أن الرئيس تحركه دولة ما. لا أنا لا أقول فعليا، ليست المشكلة عند الآخرين، المشكلة عند الرئيس، عند هذا الرئيس الذي لم يفعل سلطته كما يجب. وهذا الرئيس هو ليس أيضا هذا السلوك هو ليس سلوك حديث، هذا السلوك هو نفسه. لا ننسى أن هذا الرئيس هو نفسه الذي سلم عاصمته للميليشيا الحوثي، هذا الرئيس الذي هو سبب لنا هذه الكارثة الأصلية، وبالتالي هذا الرئيس لا نتوقع منه أن يحسن أداؤه بعد هذه الفترة كلها من الكوارث. وهذا هو امتداد، هذا الرئيس هو امتداد لهذه الحالة الفوضوية. هادي سلم الدولة وهي متماسكة، والآن أصبحت دولة مفتتة مجزأة ودولة فاشلة بكل معنى الكلمة. لولا الدعم الخارجي لانهار الريال اليمني يمكن وصل إلى مئات الألوف، لا أبالغ بهذا الرقم. دول كثيرة انهارت عملتها تماما، وصلت التضخم فيها إلى ملايين في المئة وليس إلى حتى 100%. وبالتالي هذه السلطة هي المشكلة عندها، هي تمثلنا. العالم يتعامل وكأن لدينا سلطة شرعية، وهذه السلطة الشرعية فعلا هي سلطة فاسدة فاشلة، يعني كل عيوب الدنيا موجودة فيها. يعني لا نقول أنها مجبرة، لا نقول بأنها تعمل ما تستطيع ولكن الآخرين يعوقوها، لا، لديها
قصور ذاتي، إعاقة ذاتية بسبب فسادها، بسبب فشلها، بسبب أدائها السيء. طيب السياسي، هل يمكن بأي حال من الأحوال في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه اليمن أن يقوم أي سلطة أخرى بدور أفضل؟ بالطبع، يعني ليش التحديات يفترض أن توجد من يستجيب لها استجابة فعالة. هذا الرئيس ثبت فشله لنا له سبع سنوات، وهذه هي المدة الدستورية الذي في الدستور اليمني، كانت مدته الفعلية سنتين وفقا للمبادرة الخليجية، بمعنى أنه هذا الرئيس الذي ثبت فشله كان من المفروض أن يتم تغييره. هذا هو الطبيعي، ألا ننتظر على القدر، ألا ننتظر أن يحل السلام ويحل الاستقرار ثم نفكر بتغيير الرئيس. هذا الرئيس هو الذي سبب لنا حالة عدم الاستقرار، وبالتالي لن نستعيد الشرعية ما لم أولا نبدأ بالخطوة الأولى، والخطوة الأولى أن يكون لدينا رئيس، يواجه الطرف الذي قام بالعصابة بالانقلاب في 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 صنعاء، والعصابات الأخرى التي طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيف الدولة الآخر باسم الانفصال أو غيرها. دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيف الآخر سيد دحان عبد الهاتف من عدن. أسألك سيد دحان، هل الإشكالية كما يراها الأستاذ عبد الناصر هي فقط في، يعني هي بشكل أساسي بالرئيس عبد ربه منصور هادي؟ سيد دحان، صوتي انقطع تقريبا. أعيد لك السؤال إذن، هل ترى أن الإشكالية الرئيسية فيما تواجهه اليمن اليوم السلطة الشرعية تحديدا هي تكمن في الرئيس هادي؟ أنا أسمعك. السؤال إذا تحدث الرئيس هادي وينقطع السؤال، لكن أنا أعتقد أن قراءة الواقع يجب أن يتم من عدة جوانب. يعني فعلا الرئيس يتحمل جزء كبير من هذا، لكن المنظومة الحاكمة التي فقدت منها الثقة، والتي تمثل أيضا الممثلة في الأحزاب والمكونات والمنظمات المجتمع المدني التي تتحمل جزء أيضا من هذا المآلة إليه الأمور في اليمن بشكل عام منذ 2014 وحتى اليوم. الدولة تعيش بشكل عام، يعني تحت يعني لا تمتلك أي قوة تريد تحاول بها أن تفرض واقع يفترض أن يكون يعني في المحافظات المحررة. القوة بشكل إجمالي أصبحت بيد التحالف، جو أرض الجيش الوطني اليوم محصور في عدة مناطق، هناك جيوش يعني لنكون واقعيين، هناك جيوش صنعات لتقوم أو لتواجه هذه الجيوش الجيش الوطني أو القوات الأمن الوطنية التي تتحمل ما تؤول الأمور. وهذا كان نتاج طبيعي أن يحكم الأستاذ عبد الناصر. طيب لماذا سلمت الحكومة بهذا الشكل للتحالف؟ يعني لماذا وضعت كل أوراقها بسلة واحدة فقط؟ والله أعتقد أن هذا سؤال صعب الإجابة عليه في هذه الآونة، وهو شيء أعتقد أنه متعارف عليه عند الجميع بدون أي مبالغة وبدون أي تمر الحكومة بضعف ووهم كبير جدا، تحاول أن تجمع الأمور، تحاول أن تصنع شيئا ما. ونظرتم أنتم يعني في بداية في مطلع العام 2018 ماذا حصل حتى يعني وصلت قوات الحزب الأمني إلى بوابة المعاشيق، و ثم توقفت المعركة، ومن ثم بعدها اندلعت معركة أخرى في السقطرى. هناك عمليات ضغط كبيرة جدا تتعلق. الرئيس هادي ولا أدري، يعني أنا أتحدث عن كصحفي، هناك إشكالية كبيرة يتحمل أيضا النخبة
وامثال الاستاذ عبد الناصر المبدع وانا وانتم ايضا نتحدث في نهايه المطاف، ووقعا يجب ان لا ننظر الى الامور بقتامة، يجب ان لا نركز على المشكلات بشكل اجمالي. طيب بشكل كبير جدا، ما هي العناصر الاساسيه التي ليست بيد الحكومه؟ استاذ دحان، انا اسالك الان، ما هي العناصر المفاتيح الأساسية التي ليست بيد الحكومة عمل شيء تجاهها؟ ما الذي يمنع الحكومة أو السلطة الشرعية عموما من القيام بدور أكثر فعالية في المحافظات المحررة ابتداء؟ يعني أن نستطيع مثلا أن نقول إذا أرادت الحكومة فرض صدحان. لا توجد هناك سلطة تنفيذية تباشر هذا على أرض الواقع، لا توجد فعلا سلطة تنفيذية تصل إلى فيما مثلا يتعلق بالغذاء أو غيره، تغير من مستوى الواقع، تقوم بإلزام التجار مثلا. السلطة التنفيذية غير متوازنة التي تواجه الحكومة، هناك فجوة عميقة ما بين السلطة التنفيذية وما بين السلطة التشريعية، ما بين الرئاسة وما بين الحكومة الشرعية، هناك فجوة تتوسع كل يوم، ونحن للأسف كنخبة لا نشارك في إنهاء هذه الفجوة أو تضييقها والبحث عن حلول نستطيع من خلالها أن نخرج بحل هذا الوطن في نهاية المطاف. هذا ليس وطن الرئيس عبد الرب منصور هادي لوحده، إنما وطننا جميعا. يجب أن ننظر إلى الحلول التي يجب أن نقوم بها في خلال هذه الفترة. فخامة الأخ الرئيس يبذل الماضي وسع ويستقبل هذه الضغوط الكثيرة التي تدركونها أنتم ولا تتحدث عبر وسائل الإعلام، ويحاول التقريب هنا وهناك. هناك مطالع دولية تتحرك من أطراف اليمن من جهة الأربع، يجب أن نحن جميعا نشارك في صناعة قدرنا في المستقبل، أما أن نبقى بإلقاء اللوم ونحن ندرك مدى ضعفها وهنها وأيضا الاختلالات التي حاصلة فيها، فهذا أيضا يضعنا في لوم أمام التاريخ وأمام الله في المستقبل أننا لم نصنع شيء للخروج من هذا المأزق الذي نعيشه، حتى على الأقل أن نستفيد من مدى التغيرات التي حصلت. طيب دعني أنقل هذه النقطة، التدخلات الخارجية، إليك أستاذ عبد الناصر. يعني بالأخير من الملاحظ أن معظم التدخلات الإقليمية كذلك الدولية تأتي على حساب السلطة الشرعية. لماذا تستمر هذه الدول بهذه التدخلات التي تؤثر على الوضع في اليمن، على الرغم من أنها يعني تقول أو تتحجج أو يعني ترفع شعارات أنها دوما مع أمن واستقرار ووحدة وسيادة اليمن؟ يعني هذه هي الإشكالية الأساسية. عندما بدأ التدخل العسكري تحت ما يسمى عاصفة الحزم، هذا التدخل أتى وفقا لتفويض من الرئيس هادي، وعلى أساس أنه عامل مساعد، بمعنى أن الحرب ليست حرب دولية بين اليمن وبين هذه الدول، ولكن أن هناك سلطة شرعية تم الاستيلاء عليها من خلال جماعة خارجة عن القانون، وأن المجتمع الذي التحالف الذي أعلن حينها مهمته هو أن يساعد هذه الحكومة على أن تستعيد سلطتها. هذا الأمر يعني إلى حد كبير مقبول في القانون الدولي أن تقوم بهذا العمل، لكن حتى في القانون الدولي هناك ما يشبه الاشتراطات، أن واحدة منها أن تتم العملية بسرعة وبسهولة، وأن تكون فعلا عملية لإعادة شرعية. هذا الأمر حدث، الولايات المتحدة تدخلت في غرينادا وقامت خلال يومين، حكومة انقلبت على الحكومة الذي كانت شرعية، فتدخلت الحكومة الأمريكية بقواتها وخلال يومين أزاحت الحكومة الانقلابية وأعادت السلطة الشرعية. ومرة أخرى أيضا في هايتي
نفس الشيء، قام العسكر بانقلاب على رئيس منتخب، وقام الرئيس كلينتون حينها بالتدخل العسكري، وخلال 3 أيام انتهت العملية وتم إعادة السلطة الشرعية. هذا الأمر يظل مقبول، ولكن الذي حدث في اليمن أن المعركة طالت لفترة طويلة، الشرعية لم يتم إعادة شرعية إلى مكان معين ومن ثم تمكينها بالسلطة الفعلية، ويأتي العالم الخارجي بدور المساعد، بدور المعاون لهذه السلطة. الذي حدث الآن أن هناك ما يشبه الإدارة المركزية من قبل دولتي التحالف الفعليتين الآن، وهما السعودية والإمارات، تديران الشأن الداخلي اليمني بشكل مباشر، وهذا يعتبر خلل ومشكلة بالنسبة لهم. يعني هم بتدخلهم هذا لا يمكن أن يحسموا الأمور من خلال إدارة بدون أن يكون هناك إدارة محلية ذات مشروع وذات سلطة فعلية. يعني أن تتفاوض أنت أو أن تنشئ لي قوة معينة باسم سين أو صاد، باسم شيخ أو باسم حزب أو باسم منطقة، وتديرها مباشرة أنت من هذه العاصمة الخارجية دون أن تكون تابعة لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية للجمهورية اليمنية، وتعتقد بأنك ستنجز شيء. لن تنجز شيء، فعليا لن تنجز شيء. لا يمكن أن تدحر الحوثيين. الحوثيين يستخدموا مؤسسات الدولة ويتصرفوا وكأنهم هم الدولة. هزيمتهم لا يمكن أن تتم من خلال إنشاء ميليشيا هنا وميليشيا هناك. هزيمتهم تتم من خلال إيجاد مشروع دولة، عاصمة حقيقية، سلطة حقيقية، جيش يتبعها، هي غرفة عمليات واحدة وليس عشرات غرف العمليات، وتكون لكن هذا يفترض بمسؤولية اليمنيين. أستاذ عبد الناصر، هذا يفترض وجود يعني القاعدة الشعبية الأساسية، ومسألة أن الرئاسة تتحرك وفقا ل يعني لديها قدرات على التحرك، لكن دوما ما يشار إلى هذه السلطة الشرعية بأنها مدعومة أو معترف بها دوليا. يعني هذا التركيز دائما قد يشير فعليا إلى أن الخلل ليس بيد هذه السلطة وإنما بيد أطراف أخرى. يعني هي المسألة متناغمة، مسألة فاعل محلي مع فاعل خارجي. لنعود إلى التاريخ قليلا لحالة شبيهة. المصريون كانوا في صنعاء بعد 62 يمارسوا، موجود لهم قوة عسكرية وكان هناك حكومة. كان الحكومة اليمنية لم يكونوا يرضخون كما هو حاصل الآن بالنسبة للحكومة اليمنية الحالية مع دول التحالف، رغم أن المصريين موجودين في صنعاء. لكن كانت خلال هذا العام مواقف أستاذ عبد الناصر، يعني في عدن كان هناك موقف بداية العام، هناك في سقطرة، هناك في المهرة أيضا نوع من التوازن الذي يحدث أيضا. يعني حتى هذه معارك خجولة، ولكن وأيضا لم تنتهي النهايات المشرفة، بمعنى أنه في يناير المعركة وصلت إلى باب المعاشيق ثم تم إيقافها، ليس بسبب كفاءة من قبل التحالف. يعني لو لم تتدخل السعودية في الوقت المناسب وقالت أوقفوا المعارك هنا وكذلك الإمارات، لكانت هذه القوات سحقت الحكومة وطردتها، أو ربما اعتقلوا الوزراء لو الأمر بيدهم. لكن ولهذا لم تكن النهايات سعيدة. يعني المسألة لم تكن أن رئيس الوزراء السابق أو الرئيس هادي قال إن لم تتركوني أمارس سلطتي الفعلية أقدم استقالتي. يعني هذا ما حدث. العمري في الستينات وكذلك النعمان وغيره من الوطنيين اليمنيين قالوا للمصريين لا، وبسبب كلمتهم قالوا لا، دخلوا السجن في القاهرة لأنهم تصرف حكومة وشخصيات يمنية مسؤولة، قالوا لا. على هذه الحكومة أن تقول لا، على الرئيس هادي إذا يريد أن يسمي نفسه رئيس شرعي أن يقول لا في المكان الصح، وأن يقول إن لم تتركوني أمارس سلطتي أنا لا أبقى مجرد خيال، ولكن لمصلحته الذاتية، لمصلحة ومصلحة شبكة الفساد الذي حوله، يريد أن يبقى هكذا، أن يستمر في الرياض إلى ما شاء الله، حتى إلى
100 سنة ليس لديه طيب أي مشكلة. دعني أنقل هذه النقطة إلى ضيف الآخر الأستاذ دحان، لماذا لا يقوم فعلا الرئيس هادي برمي الورقة الأخيرة أن يقول للتحالف أن يخرج إذا كان لا يعني لا يستطيع التحالف أن يقدم له المعونة الكافية لضبط الفاعلين غير يعني غير يعني غير الدولة بداخل اليمن سواء ميليشيات الحوثي أو حتى الميليشيات المتواجدة في المحافظات المحررة؟ لماذا لا يقول للعالم أن هناك وضع لا يستطيع إدارته بهذا الشكل الصحيح؟ أنا لا أدري لماذا يطلب هذا بشكل مباشر بينما من الرئيس من فخامة الأخ الرئيس بينما إذا ما تحدثنا عن مسؤولين في الحكومة وزراء في الحكومة صدحوا بهذا الصوت وتكلموا أنه يجب مراجعة مسار التحالف في اليمن. دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر تكلم أننا نتعرض بشكل واضح لكذا كذا معارضة تسمىها في حينها التي يجب أن تقوم وأن تساند في هذا التوقيت الهام وأن تركت رئيس الحكومة وحيدا فريدا في تلك الأثناء. الأستاذ عبد الناصر طرح مقارنة ما بين ثوار أو النخبة من 60 والنخبة اليوم، فعلا نخبة 62 كان مثل الزبيري كان مثل نعمان، اليوم نخبتنا مؤسسة ومخجلة عليها اليوم نستطيع القول أن الوضع الذي صنعوه في المناطق المحررة ربما يريدون الوصول، لأن نتحدث كما تحدث الأستاذ عبد الناصر الآن ويتحدث آخرون إلقاء اللوم على القيادة كما تسميها هنا أنها عاجزة. لا أستطيع أيضا أن أقول أنها فاشلة، لأن الفشل بطبيعة الحال هو يشملنا جميعا. لكن المسؤول هو الرئيس، يعني أنا الآن لست مسؤولا عن الوضع في البلاد، المسؤول هو الرئيس، لماذا لا يقول أنا لا أستطيع الاستمرار وتحمل هذه المسؤولية وتحمل الفشل الذي لا حدث؟ لماذا لا يقول، لماذا لا يستقيل، لماذا لا يعني يخرج من المشهد؟ هناك أشياء تدور من لا ربما ندركها ولا نعرفها عبر وسائل الإعلام. هناك ضغوطات تمارس ربما تمس السيادة الوطنية. ما هو يعني ليست هناك مصالح يستفيد منها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحاشية التي تحيط فيه لذلك يبقى في السلطة؟ سيد دحان لم أسمع السؤال واضح، ولكن أقول لك أن فخامة الأخ الرئيس يقوم بدور كبير وبحدود الأولويات وبحدود المستطاع، لكنه فعلا يعمل بجوار منظومة تتكاد أن الشعب منها الثقة، تبحث عن مصالحها، تبحث عن ما ينفع، هناك تعيينات احيانا تحصل عائليه، هناك هذه اشكاليه اليوم تتدخل ايضا تتخلل المنظومه الحاكمه، اساءت بشكل كبير الى الشرعيه، اساءت بشكل كبير الى الدوله، ولكن ايضا نحن علينا ان نقوم بشيء حيال هذا، علينا ان نمارس، لا ليس فقط النقد، علينا طرح حلول ايران. طيب اذا هناك نقطه، يعني هناك نقطه ربما يعني اختتم فيها العام، وهذه النقطه اسال فيها السيد المودع من عمان. السيد المودع، يعني ختم هذا العام باتفاق ستوكهولم، كان هناك مخرجات، ابرز هذه المخرجات ما يتعلق بمساله الحديده، هناك غموض كبير حول ما الذي سيحدث في الحديده والاتفاق في الحديده، هل ترى ان ما جرى من اتفاقات يمكن ان يعطي قوة أكبر للسلطة الشرعية في المستقبل، أم أنه سيقوضها في المدى المنظور؟
أجيب على هذا السؤال. أحب أن أقول أذكر ما حدث يوم أمس. السلطة التشريعية في اليمن مجمدة لم تفعل. الرئيس هادي عندما اجتمع بهم أمس همه الأساسي والوحيد هو أن يعين شخص من نائب رئيس مجلس النواب شدادي من أبناء منطقته، يريد أن يعينه رئيس مجلس النواب، وبالتالي هو هدفه الأساسي مصلحته المباشرة، ويريد بذلك أن تصير السلطة التنفيذية برئاسة هادي من محافظة أبين، والسلطة القضائية من رئيسها من محافظة أبين، ويريد أن تكون السلطة التشريعية من محافظة أبين. هذا الرئيس الذي صدع رأسنا بأنه سيوجد لنا دولة لا تقصي أحد، بينما هو يقصي الجميع ويستبقي فقط أبناء منطقته. هذه هي المشكلة. هذا هو الرئيس الذي يريد أن يبقى هو وشبكة الفساد الذي حوله يستفيدوا من هذه السلطة. لو كانوا وطنيين، لو كانوا لا يخافون على مناصبهم، لو كانوا لا يخافون من فتح الملفات لهم، لقدموا استقالتهم لو كان لديهم كرامة وهم لا يمارسون سلطة فعلية على الأرض. أعود إلى سؤالك بالنسبة للحديدة. نعم. ما حدث في السويد بالنسبة للحديدة، ما حدث في السويد عمليا أيضا يؤكد ما قلنا. تم فرض هذه الوثيقة التي حتى لم يوقع عليها أحد، وتم فرضها على الرئيس هادي، وقبل بها وزير الخارجية الذي كان يمثل السلطة الشرعية في السويد. في محتواها العام هذه الوثيقة التي تم أيضا تعميدها بقرار من مجلس الأمن، هذه الوثيقة لا تخرج الحوثيين كما يقال، لأنها لا تشير صراحة إلى إخراج الحوثيين من الحديدة. هي تتحدث بهذه العبارات: إعادة انتشار للقوات متشارك، يعني بمعنى الطرفين العسكرية. هذا الأمر إعادة الانتشار العسكري، إزالة المظاهر العسكرية، لا تقول الانسحاب، إزالة المظاهر العسكرية من الميناء ومن مدينة الحديدة، بمعنى أن المظاهر البارزة الأسلحة الثقيلة أنك تزيلها، لكن في المقابل سيطلب الحوثي أنه يزيلها بعد أن تنسحب القوات من شرق الحديدة ومن جنوب الحديدة إلى نقاط خارج المدينة، وأن تضمن يحصل على ضمانات بأن لا تهاجم الحديدة مرة أخرى، وبالتالي عمليا ستبقى الحديدة تحت سيطرة الحوثيين، لأنه أيضا في النص تقول أنه قوات الأمن توكل المحلية الأمن إلى القوات الأمن المحلية. نعم. وقوات الأمن المحلية منذ 4 سنوات أصبحت حوثية. لكن ليست لدى الرئيس هادي إمكانية وصلاحيات تغيير قوات الأمن باعتبارها لها تراتبية إدارية معروفة، يعني هذا من حيث الشكل، لكن أيضا الحوثيين هم متوقعين لهذا الأمر، لن يقبلوا إلا بأن تبقى السلطة المحلية وفقا لهذه الصيغة، بأن تبقى الإدارة المحلية لقوات الأمن التي هي فعليا تابعة لهم، إضافة إلى وجودهم السياسي، وجودهم أيضا الاستخباري في داخل الحديدة، من سيستطيع أن يكتشفه؟ حتى يعني أنت بإمكانك كمراقب أجنبي أن تكتشف دبابة هنا أو مدفع هناك، ولكن لا تستطيع أنت أن تكتشف الخلايا الحوثية، لا تستطيع أن تعرف أن سلطة الحوثيين الاستخبارية وغيرها التي مددوها داخل الحديدة وأصبحت فعليا لا يمكن بسهولة انتزاعها منهم. لهذا السبب في المجمل الاتفاقية هي أتت لمنع معركة الحديدة، وضمنيا معناها أنه الحملة فشلت، بمعنى معركة الحديدة انتهت وفقا حتى أشعار آخر، وفقا قرار مجلس الأمن معركة الحديدة انتهت، ومعناها أنها ستبقى تحت سيطرة الحوثيين بشكل أو بآخر. حتى الميناء نفسه، الميناء تتحدث الاتفاقية عن دعم لتمكين، وأن يكون للأمم المتحدة دور فيما يتعلق بالتفتيش السفن وغيرها، ولكن الإدارة ستبقى إدارة نفس الإدارة الحالية، الموظفين نفس الموظفين الحاليين الذي هم طيب بي بي يعني بكلمة أخيرة وبجملة أخيرة لأنه عبد الناصر، هل يمكن أن نعول على دور أفضل في العام القادم؟
للسلطة الشرعية؟ لا أعتقد أن نعول على دور كامل، دور أفضل لهذه السلطة، لأنه الفشل السلطة الفاشلة تبان من يومها، لا يمكن أنها في يوم وليلة سنصحى على سلطة جديدة أصبحت مختلفة ونفضت عن نفسها غبار الفساد وسوء الإدارة والفشل. أشكرك إذن على العكس من ذلك المحلل. العكس من ذلك أعتقد بأنها ستكون هذه السنة هي نهاية هذه السلطة. محلل السياسي الأستاذ عبد الناصر مودع، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، وكذا ضيف الآخر الصحفي في رئاسة الجمهورية فايد دحان كان معنا عبر الهاتف من عدن. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.